حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس محمد سعد السهلي، مدير عام أمانة العاصمة بوزارة شؤون البلديات والزراعة. مرحبا بك في نشرة الأخبار. هل لك أن تطلعنا على الاستعدادات والخطط للتعامل مع التوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية تساقط أمطار خلال اليومين المقبلين؟ تحياتي لك أختي وتحياتي للمشاهدين الكرام. إن شاء الله تكون أمطار خير على المملكة هذاك عموما. والخطة الوطنية أو خطة التعامل مع الأمطار في تطور مستمر. فبعد موجة الأمطار السابقة صار في مجموعة من الاجتماعات مع الإدارات المختصة للوقوف على الملاحظات والتحديات والتوصيات اللي ممكن أنها تساهم في التعامل الأفضل وبكفاءة أفضل بعد عن التحديات اللي واجهناها. نعم. فعلى سبيل المثال شؤون البلديات راح تشارك في المركز الوطني لإدارة الطوارئ اللي بيتيح لنا فرصة للتعامل بشكل أسرع ومرونة أكثر مع التحديات، مثلا غلق الطرق راح نقدر نحصل طرق بديلة أو أن احنا نتعامل معها بردود فعل اكبر واسرع. نعم. كان في مجموعه من الحوادث ممكن ان احنا نتعامل معها بعد في هذا الشان طال عمرك. نعم، ما هي التوجيهات الارشادات التي ممكن ان يتم توجيهها للمواطنين والمقيمين؟ عندي ارشادين طال عمرك، اللي هو فحص التوصيلات الكهربائيه قبل هطول الامطار في المنازل، فهذه ان شاء الله راح يكون زيادة مستوى الأمان بالنسبة للمواطنين والمقيمين. نعم. بالإضافة إلى تجنب الخروج أثناء هطول الأمطار الشديدة لأنه يعيق حركة الصهاريج طال عمرك ويعيق شط المياه. نعم، إذن سعادة المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.